وفيما يتعلق بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيترك مهمة تحديد آلية المحاكمة وموعدها وتفاصيلها لأعضاء الكونغرس. وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أشارت إلى أنها تنتظر إرسال بنود اتهام الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ قريبا، حينما تسمع من مجلس الشيوخ بعض التفاصيل المتعلقة بذلك. وقالت بيلوسي إنها لن تحدد، أو رفضت بيلوسي أن تحدد موعدا لذلك، لكنها كما ذكرت أشارت إلى أنها تنتظر تأكيد مجلس الشيوخ استعداده لتلقي هذا الاتهام. جاهزون لتحويل إجراءات عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ لدوره التحريضي في مبنى الكابيتول، وسنعاقب المسؤولين على ذلك. يجب أن لا نقول أن الرئيس محمي إذا ارتكب ما يريد خلال الشهر الأخير من ولايته. سنحول إجراءات محاكمته إلى مجلس الشيوخ قريبا، ولا أعتقد أن ذلك سيتأخر. من جهته ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ طلب منح ترامب مهلة لتحضير فريقه القانوني والاستعداد للمحاكمة. وقال ماكونيل في بيان إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مشيرا إلى أنه فعل ذلك بعد استشارة عدد من النواب الجمهوريين. واقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يوم 28 من الشهر الحالي، ثم منح ترامب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات، مضيفا أن هذا حقه كالرؤساء السابقين. وفي حال تلبية هذا الطلب فإن محاكمة ترامب على ما يبدو ستؤجل إلى منتصف الشهر المقبل. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا وسام زين الدين. وسام، يعني محاكمة ترامب على ما يبدو مؤجلة بحكم بعض التفاصيل، منها ما يتعلق باستعداده وترتيب فريقه القانوني، ولكن الأكثر أولوية الآن وبشكل واضح بالنسبة للرئيس الجديد جو بايدن هو ليس ما سيكون مصير ترامب، إنما كيف ستنفذ هذه الخطة الطموحة والكبيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في البلاد. بالفعل نجلة، الرئيس جو بايدن قال بالأمس إنه يترك مسألة محاكمة ترامب للكونغرس الأمريكي، وهو ما أكدت عليه أيضا جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي مساء أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن. لكن الأولوية كما تفضلت هي لهذه الخطة الوطنية الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس بايدن يوم أمس، ووقع على إثرها عدة مراسيم تنفيذية وقرارات تنفيذية فيما يتعلق بالمدارس، إعادة فتح المدارس وزيادة عدد مراكز التطعيم وضخ كادر كامل كما قال إلى الولايات من أجل تسريع عملية اللقاحات للأمريكيين. فيما يتعلق بهذه الخطة، خطة كبيرة وطموحة، وعلى ما يبدو هدفها أو سقفها عال جدا، ولهذا قد تواجه مشاكل من أبرزها كما قال الدكتور أنتوني فاوتشي وهو المسؤول الأول في إدارة بايدن عن هذا الملف، أن أبرز عقبة تواجه هذه الخطة هي استعادة الثقة لدى الأمريكيين بموضوع التصدي لجائحة كورونا، خاصة بعد فشل الإدارة السابقة وعدم وجود خطة واضحة كانت لدى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. أيضا أشار فاوتشي إلى أن ما يجري حاليا وهذه الخطة التي تم الإعلان عنها على الأقل تتضمن هدف، وهم يعملون من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وهو تلقيح 100 مليون أمريكي في 100 يوم الأولى من رئاسة الرئيس جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا في إشارة إلى عدم وجود هدف واضح كان لدى الإدارة السابقة، وبالتالي عواقب كثيرة من ضمنها أيضا نجلاء هو تسريع عملية إنتاج اللقاحات من أجل وصولها إلى عدد أكبر من الأمريكيين الآن.
المختبرات على ما يبدو لم تصل إلى أو مراكز إنتاج اللقاحات لم تصل إلى الكمية المطلوبة من أجل فعلا الوصول إلى الهدف الذي حدده الرئيس بايدن وهو تلقيح 100 مليون أمريكي. شكرا لك مراسلنا في واشنطن وسام زين الدين.